السلام عليكم شباب، رجعنا لكم بتختيم ريد ديد وحلقة جديدة. الحلقة ذي ان شاء الله بنروح لل اللي هي نحل المرحلة اللي هي كانت حرف اليو. وريكم بس الاماكن على الماب. كانت هنا في فورت ميرسر، كان في مرحلة كانت حرف اليو اظن في الحلقة السادسة تقريبا، ما ادري يعني. بحطلكم لكم انوتيشن على الفيديو عشان اوريكم اي حلقة كانت. اوكي، كان طلب مننا نجيب 5 اشياء من هنا. اوكي، في الحلقة الثامنة جبنا أظن 3 أشياء من هنا أو شيئين، وجبنا الزومبي بعد الناري. أوكي، فإن شاء الله اليوم بنروح لهنا ونجيب لنا باقي الشيئين هذي، وبنروح هنا بعد تول تريز ونجيب لنا 5 أشياء من الطالبة. ف يعني الحلقة دي ممكن تكون من أطول الحلقات، بس إن شاء الله بقص المسافات بين بين المدن هذه أو بين هي القرى ذي. ف خلينا نبدأ. أول قرية بنروح لها اللي هي هنا، جاب ثروج أو جاب ثريج، والحصان قبع فيني. ويلا بسم الله، ليتس جو. طبعا بقص المسافة بين الدحين، يعني بين اللي هي المدينة، بين المدينة وبين المكان حقي وبين المدينة. فيلا برب نشوفكم. ايوه باكر جينا لكم، تونا خشينا المكان ذا اللي اسمه جاب ثرو ريج، ومفروض ندور 5 اشياء في الارض. يعني تلقاها على الجنب كذا، على اليمين واليسار. خلنا نلفلف في المدينة ذي او في المنطقة ذي، مو المدينة. خلنا نحرق الزومبي وحنا ماشيين في مرة. شوف الزومبي احترق كله. فيلا خلنا نتمشى. عفوا احرق، لا ما حرقنا، خسارة ما حرقنا ولا واحد. بس يلا مو مشكلة، ليش لا، خلنا نلفلف. واو شكلها بنطول، بس مو مشكلة. الهدف الرئيسي من الاشياء هذه يعني انك تتحمل، لان هي يعني زي ما تقول اوه كلاب. الكلاب هذه ولا دقيقة دقيقة، خلنا ارجع اشوف ايش هذول. شردوا كمان، لا شكلها مو بكلاب، ما ادري ايش الاشياء هذه. خلنا نذبحها واشوف شيء. فينهم؟ ما يبانون صغار مرة. اوه ما يموت، صارته موتناه. خلنا ننزل نشوف شو عنده. سيرش كروبس اندد كايوتي، هذا كايوتي الزبدة. من الاشياء اللي تميز ردد اللي هي انها تشبه، يعني تقريبا تقدرون تشبه سكايروم من ناحية اللي هي الحيوانات البرية هذه. يعني متعب صراحة انك تلاقي حيوان بري كذا وتقتله وتحسك انك من جد حقيقي. فشكلنا ما بنلاقي اليوم اعشاب، مو بلا اعشاب اللي هي اشياء اللي بيها. ف ما ادري وين نروح الحين. ايوه باك شباب، ولقينا شيء هنا، ما ادري يعني هل بنستفيد منه ولا لا، بس فا خلني ارمي هذه حق التمويه هنا وانزل من الحصان واشوف الشيء اللي لقيناه هنا اللي ممكن يفيدنا. يا زفت يا حيوان يا حقير. او هذه هي ديزرت ساج زي ما تشوفون لقيناها، و يقول لي باقي قطعه واحده. فخلنا ندي حصاننا عشان نفقع. يلا يا حصان تعال. او اظن لا يا شيخ، يا الله يا الله يا الله. يلا مع السلامة. اظن اني لقيت كذا مجموعة احصنة مع بعض توا تمر من هنا، بس مو مشكلة اسحب عليها. خلنا الحين ندور لنا على باقي واحدة بس اللي هي ديزرت ساج وخلاص. طبعا قاعد ارفس في الزومبي لانهم ينحرقون من الحصان حقي، فشي كويس. خلني الفلف من هنا،
لا احنا رحنا هنا مرة راحت ف ما ادري هي باقي واحدة اظني برضو ما قص المقطع لين القاها ف الله يعيني على ديت بس نتمشى من هنا. ايوه باك شباب اظن لقينا اظن يعني لقينا اللي هي الديزرت ساج الاخيرة وهذه هي لقيناها حلو لسه باقي ذي الحين اللي هي نروح في المنطقة خلينا بس نركب الحصان اللي هي في المنطقة دي خلينا ندق راوس هذه هي اللي هي التول تريز ف بقص المقطع ونشوفكم هناك. يا باك شباب و قررنا المنطقة حقتنا بس ما ادري يعني هل هذا ممكن يكون شيء من الاشياء المطلوبة للأسف لا. اوكي فخلنا نكمل منطقتنا اللي هي المنطقة المطلوبة. طبعا رجعت بدري ليش قلت باك قبل المنطقة حقتنا يعني شفت المنظر الخلاب ذا شلال ومدري ايش وحركات فقلت اوريكم النظام. طبعا ذي المنطقة كلها يعني ثلج يعني منطقة ثلجية ف المنطقة الثلجية ما ادري يعني انا ذيك المرة طلع لي دب قطبي بغي يشيلني يا شيخ ف الله يستر. اوكي انا قاعد الحين الفلف على امل اني القى دق بريك لقينا شيء. اوكي خلنا ننزل نشوف شو عندنا. هذه هي الاشياء اللي تطالبها حتى بيقول لك الحين باقي اربعة collect four for west against. اوكي فخلنا نروح ونلفلف في الثلج هذا يمكن نلقى شيء. طبعا اهم شيء خلي عيني مركز على الماب لان حاليا الاشياء هذه تظهر وتختفي سري سري زي كذا يعني زي تو بس انا خايف ان الحين الزومبي اللي تو حرقناهم يرجعوا لي. فهذا هو الشيء الثاني اللي لقيناه. يا رب نلقى ثلاث اشياء سري سري عشان لا نطول مدة الفيديو. فيلا خلنا نذهب الى الطريق العميق او لا كذا خرجنا من المنطقة حقتنا فخلنا نرجع ونلفلف ونطلع الجبل ده. الله يستر لا ما نطيح لان الجبال هذه ما تبشر بخير ممكن ندحدر مع الدحديرة هذه ف الله يستر. اوكي ما شكله عندي نطلع من هنا فاخر دقريوس يا عزيزي انت نازل ايوه بس كذا صحيح. حلو ما ادري لقينا شي هنا بس اوف في زومبي. لا فكنا من شره محدرة. خلنا ننزل بس عشان هي الشي ذا لقيناه هنا هذا هو. يلا باقي حبتين من ذا الشي ف فالحصان حقنا هذا هو. تعال يا حصان خلنا نمشي بس باقي حبتين وخلاص بس شو اسمه ها وقفنا لقينا حبة هنا بس فين هذه هي. يلا باقي حبة أخيرة. اوكي يلا باقي حبة واحدة يلا اركب. تشوفون المنطقة الزرقاء هذه شو السالفة A mythical creature has been appeared. اوهو
تدرون ان احنا محظوظين لدرجة الحظ المو طبيعي. لقينا هنا ذي الحين كائن حي غريب، فيا رب ان احنا نطلع فوق. ولا قبل لا نطلع فوق لقينا الشيء هذا، خلنا ننزل ونجيب الشيء ذا معانا. اوكي ونروح نشوف. آه شوفوا شوفوا ايش الحصان اللي يتحرك ذا، هو هذا هو الكائن الحي الغريب. يلا 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 يخرب بيتك سريع. ها وين راح؟ لا لا قدامنا هذا هو. فين؟ طلع لي الحبل، طلع لي الحبل، خل روضة، طلع لي الحبل يا حبيبي. ليش الكاميرا صارت بعيدة؟ اوكي اوكي ودق برايك جيل برايك. ها اركب يلا يا حبيبي. الحصان ذا شكله اقوى من حصاننا، ف خلينا نشوف ايش عنده. ما ادري ايش ريحته خضرة كذا. فا يا رب ان يكون اقوى من حصاننا عشان ما. اوكي صار حصان حقنا فور هوس ابوكاليبس. ما ادري اوف اوف والله حسه قوي الحصان، بس ايش فائدته؟ يعني ابي فائدة له، يعني على الاقل ذا اللي هناك يحرق ال، ما ادري ايش رايكم. خلنا ناخذ هذا، والله ما ادري انا ابي زومبي اجرب عليه النظام. اسمع صوت زومبي يا روك. ما ادري كاتب لي شيء كلام تو. تعال انت ما تبي تجي، زعل منه خوينا الثاني. تعال 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 انت الاثنين ورا بعض كذا فلة، من جد كذا فلة. صار عندي حصانين. ايوه وقف، خلني اجرب الحصان الثاني على الزومبي. تعال يا اي وين رايح؟ يلا خلينا نجرب على الزومبي. يا رب يكون قوي لان ما الامي خلق. شوف هذا زومبي طاح ما صار له شيء، فشكلي بسحب الحصان ذا. اي ايش قاعد اسوي؟ خلني اساعد قوينا بس الاول. اوه رموني، شوف الوقاحة. خلنا نادي حصاني الثاني لان حصاني ذا اقوى. ف تعال انت يا حصان، لان الحصان ذا من جد اقوى، يعني على الاقل في نار احرقهم حركات. ف خلنا نمشي، بس ما ادري ايش استامنا حقت الحصان ذا صارت ضعيفة يا اخي. تدرون وش ما ادري، انا ودي اغير حصان حقي. ف بما ان الحصان ذا موجود هنا خلنا نركب الحصان ذا وبس. بس يا اخي انا قاهرني ما يمديني. خلنا نكتب بس العلل هذول. واحد هنا واحد هنا، خلاص توفى. ايوه وش تبغى انت؟ قول لي ايش تضرب لي ايه؟ خلاص وش فيك تحمست؟ ما في احد، ما ادري على وش متحمس. زبده خلنا ناخذ ذا. هاي تبي تقتلني بعد؟ اوكي قتلناه، بس ما ادري ايش يعني قلب علينا. من كان خوينا تو بس قلب علينا. فانا باخذ حصان ذا احسن، انه ذا يحرق وحركات وكذا.
بس المشكلة الثانية كتب لي impossible to kill، يعني مستحيل ان احد يقتل الحصان حقك، فما ادري. ايوه الحين خلينا نروح الحرفة W. اوكي يوي المشاوير، مو مشكلة بقص المسافة واجيكم بروب. ايوه باك شباب، تقريبا وصلنا للرجال ذا، والرجال ذا طبعا يبغى زومبي براس. Poor fellow can't get enough. As I see. Get rid of him, would you? Why? Well, because we're old friends. No. Because we'll team up and fight the forces of darkness together? No. Because I've got something you want. Trust me, you cynical bastard. I thought it. Thank you, dear boy. Oh. Thank you. Oh. Oh, well. Oh, did you get the stuff? Of course. Oh, excellent. Oh, wait just a minute. ايش في تحمس؟ قسم بالله نفسي. Here you go. Now these should help. If I've got my mathematics correct, they'll blow the buggers apart. And if you've got your sums wrong? Oh, ye of little faith. Now listen, John. You're going to need some more serious weaponry. I've got a plan. But you need to pick up some old parts at Riley's charge. Another shopping trip. Well. والله ذا اخي ابصر ام كل شوي يقول روح المكان. I'm only trying to help because we're old friends. I know. You better not be wasting my time. Me? Never. Perish the thought. يا نفسية. مش بس يا نفسي، انا الحصان حقي الخقق ذا، قلت لكم والله حصان خقق مو بزي الثاني ذا. مع نفسك تعرفون يقول لي وش ذي الحين، يقول لي اروح مكان، بقول لكم وش المكان، خلينا بس نضغط ستارت. اوكي مكان اسمه ريلي وينه، ما ادري دقيقة خلينا نشوف اسمه بالضبط. اسمه رايلز، زي ما تشوفون في السطر الثاني على اخره رايلز تشارج. ما ادري وين رايلز تشارج هذه بتكون فيه، بس اذا كانت قريبة شيء كويس، ما كانت قريبة الله حين، فخلينا بس نلقي نظرة كذا ممكن نلقاها. للأسف شكلها مو موجودة حتى في الأماكن القريبة، خلينا نقرب شوية. والله ما ظنيت إني إنها موجودة قريبة، ف نشوفكم في الحلقة الجاية مع المهمة هذه في علامة استفهام هذه. ف يلا نشوفكم في الحلقة الجاية.